معظمنا حريص على أن ولده يقوم يصلي من غير لا أحد يلزمه أن يقوم صلي، نزعل أن إذا ولدنا فوت الصلاة، نزعل إذا بنتنا كانت تصلي من غير وضوء. هل تعرفون أن في بعض الشباب وبعض الأطفال لأن يدفعونهم إلى الصلاة دفع ويغصبونهم غصب فيدخل المسجد يصلي وهو أصلا غير متوضي؟ شلون نخلي عيالنا يقبلون على الصلاة حبا لا خوفا، رغبة لا إرهابا؟ لازم تصلي، وإذا أنت ما صليت راح تصير إنسان مو زين. اليوم بعطيكم 6 طرق تساعدكم أنكم تشجعون أبنائكم على الصلاة حبا ورغبة وشوقا، أن يكون قلبه معلق بالمسجد. الخطوة الأولى، تعرفون أن الأطفال يحبون التقليد، يشوف أبوه يقلده، يشوف أمه يقلدها، فلأن يحب يقلد فلما احنا نصلي صلاة السنن داخل المنزل، وهذه واحدة من مقاصدها، الطفل يحب انه يقلد ابوه في يمه ويصلي، احنا نستثمر هذه المسألة. ثم بعد ذلك الخطوة الثانية، نستثمر الارتباط الشرطي، والارتباط الشرطي ان الطفل لما يصلي وينتهي من صلاته نحضنه ونمدحه وناخذه في حضننا ونحبه، فيصير عنده هذا الارتباط الشرطي بعد الصلاة. كذلك في الارتباط الشرطي، ان ما في مانع ان الاطفال اللي اعمارهم 7 سنوات الان بدأوا يروحون المسجد ويصاحبون اباهم الى المسجد، ان بعد الصلاة يكون في شيء مناسب له، يعني بعد الصلاة نمدحه، بعد الصلاة كذلك نحضنه، ما في مانع ان بعد الصلاة لو بعض المرات نوديه الدكان فهو يروح يشتري له شيء، فيصير في باله انه والله بعد الصلاة في دكان، فيصير عنده هذا الارتباط. لكن مع الايام نقول له ان صلاتك هي لله سبحانه وتعالى وليس للدكان، فيتعلم ان انا اروح للمسجد للصلاه فقط مو لاجل الدكان. الامر الثالث، نعرف ان الاطفال عندهم حب التملك، هذا مالي، هذا حقي، لا حد يجيسه، لا حد يلمسه. فلو اهديناهم هم صغار اعمارهم 6 سنوات 7 سنوات، لو اهدينا الطفل سجاده صغيره مصحف وقحفيه، او البنت اهديناها سجاده صغيره مع الغطاء مال الصلاه، فيصير عندهم هذا التملك. وكذلك انصح ان ترشون العطر الخاص فيكم في السجاده، فيصير عنده هذا الارتباط ان هذه الريحه هي ريحه امي ولا هذه الريحه هي ريحه ابوي، فيصير عنده هذا الارتباط العاطفي. هذا الارتباط يصير بالهديه اللي احنا اهديناها اياها، فيصير عنده هذا الارتباط بالهديه، ثم بعد ذلك يتعلق بالصلاه مع الايام. الامر الرابع، وايد من الاطفال لما يصلون هم اعمارهم 7 سنوات 8 سنوات هو ما يدري ليش قاعد يصلي، فاحنا مهم ان نقول لهم ما هي القصص اللي تعزز عنده قيمه حبه بالله سبحانه وتعالى، وان احنا هذا جزء من الشكر اللي احنا نقدمه نتيجه هذه النعم الكثيره اللي احنا ننعم فيها، ونعلمه بعض الشغلات اللي يقولها اثناء الصلاه، فيصير عنده نوع المهمه، فلما هو يوقف 10 دقائق ما يعرف ايش قاعد يقول او ما يعرف شنو قاعد يصير اصلا، بس يسمع الامام يقرا الايات ويتلو السور، لكن لما علمه ان تقرا الفاتحه او تقول سبحان ربي العظيم او تقول سبحان ربي الاعلى، فيتعلم بعض الاذكار وبعض الادعيه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، فهو يعرف ليش واقف ويعرف شنو يسوي، احسن منه يتم واقف طول الوقت هو ما يعرف ليش واقف اصلا. الامر الخامس، عزيز الوالد، انصح انك ما تركز بس على مسجد واحد، يعني مو بس مسجد الحي، غالبا مسجد الحي هو المسجد اللي دائما نصلي الفروض الخمسه، لكن ما في مانع لو كانت عندك سياره ومتيسره لك الامور انك انت تطلع الى المساجد الثانيه، فصير عند الطفل ارتباط بمساجد اخرى، فيشوف مساجد منوعه ويشوف ناس منوعين ومختلفين، فيصير عنده كذلك هذا الحب وهذا الشغف. ليش؟ لان عنده فضول، فاحنا نستثمر هذا الفضول عند الطفل. اخواني اخواتي، الامر السادس، لا نكون قساة في تعليمنا لأبنائنا الصلاة حتى لا ينفروا من هذه الصلاة، من هذه العبادة الجميلة، فحتى لو هو بيصليها راح يصليها بس لأنه خايف منك، وإحنا لا نريد هذا الشيء، لأنه باكر ممكن يصلي من غير وضوء أو يصلي بلا خشوع أو يصلي بس علشان يفتك من الصلاة، وإحنا لا نريد هذا الأمر، فيصير عنده ارتباط دائما أنه والله في قسوة مع هذه العبادة، وهي عبادة نريد أن نحبب لهذه العبادة. مهم جدا أن يتم غرس قيمة أساسية وهي قيمة حب الله سبحانه وتعالى، فهو لما يصلي يصلي حبا في الله سبحانه وتعالى، وهو لما يصلي يقبل على الله سبحانه وتعالى، ونقول له أن يصير أنت قلبك معلق بالمساجد والنبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يحب الإنسان اللي قلبه معلق بالمساجد. آخر شيء، لو يصير اتفاق بينك وبين واحد من المصلين ان هذا المصلي يتبسم ويتبسط، حتى لو يعطي هدية بسيطة ولو كانت يعني حلويات بسيطة يعطيها الطفل،
فلما يروح المسجد يعرف والله ان اهل المسجد متبسطين وطيبين وهينين. احنا عندنا واحد من اهل المسجد بعد الصلاة يقوم باعطاء مبلغ رمزي بسيط لكل الأطفال في المسجد، فالأطفال يتدافعون على هذا الرجل كبير السن لأنه عنده هذه الخردة ويبدأ يعطي الأطفال.